كيفي اهم منك انت وعيالك، وهي في صندوق التريساك ذبح الراس. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، قناة خصصناها بالكامل لعالم الجريمة، لكن بنقدم النصيحة، بنقدم العزة، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غيرنا. الخلافات بين الزوجين ممكن توصل ليه؟ لضرب، لإهانة، لسب، لشد، لطلاق. مش ده التدرج المنطقي اللي بيحصل بين اي خلافات؟ زوج بيتخانق مع زوجته ممكن يعمل ايه؟ ممكن يشتمها، يهنها، ولو زودها يضربها، وبعد ما يضربها ممكن يوديها لاهلها، وفي الاخر لو استحات العشره يطلقها. هما خمس خطوات ما فيش غيرهم، يشتمها، يهنها، يضربها، وفي الاخر يعمل ايه؟ يوديها عند اهلها ويطلعها. ايه اللي ممكن يوصل اكتر من كده؟ طيب الزوجة اللي تخاف على جوزها وتخاف على فلوس جوزها، ده صح ولا غلط؟ مش ده دورها؟ مش المفروض الزوجة بتخاف على جوزها وعلى مال جوزها وعلى فلوسه علشان يقدر يكفي بيته؟ طب الزوجة لما تشوف جوزها مضيع كل فلوسه على الهلس زي ما بنقول، على مزاجه، على الحشيش والمخدرات، وبيته مفهوش معلقة شاي، بيته مفهوش طماطمية للأولاد، بيته مفهوش لقمة تسد جوع ولاده، يا ترى الزوجة تعمل ايه وهي شافة جوزها فلوسه كلها رايحة على مزاجه وعلى دماغه، ويقول لها دماغي كيفي اهم منك انت وعيالك؟ تعمل ايه الزوجة؟ عايزة ترجعه على اللي هو فيه، مش عايزاه يشرب، وفي نفس الوقت اشرب يا سيدي انا مش منعاك، بس لما يكون معاك فلوس مكفية بيتك اللي يفيد اشرب بيه، لكن لما يكونش معاك توكل عيالك وتكفي بيتك وكل همك مزاجك ودماغك، يبقى يرضي مين ده؟ مش ممكن العيال بيعيطوا من الجوع والبيت ما فيهوش رغيف واحد يوحد ربنا، وانت كل همك تجيب وتلف وتشرب، فاتخلقت معه وقيت له العيشة كده بتنفعش. كف بيتك وشوف ولادك وبعد كده كف مزاجك، لكن غير كده يبقى حرام عليا ولادي جعانين وانت بتصرف كل فلوسك على الكيف والمخدرات. قال لها اللي انت عايزة تعمليه اعمليه، ده مزاجي وده كيفي ومش هبطله. قالت له خلاص يبقى بيت ابويا اولى بيا. لمت هدومها، على فكرة الكلام ده حصل في قرية اسمها قرية الجبل، مركز سنورس، محافظة الفيوم. لمت هدومها فعلا وطلعت الصبح بدري على الساعة 10 ومتجهة الى بيت اهلها في سنورس. الزوج ارجع البيت، مش ارجع، الزوج شغال جزار، يعني مش هترجعي؟ قالت له لما تكون راجل ومكفي بيتك ابقى ارجع. وهي في الكلمة دي عندها حق. الرجولة يا جماعة، ما احنا عارفين ان في البطاقة بتتكتب ذكر، اي ولد بيتكتب في البطاقة ذكر، لكن الرجولة غير الذكر، الراجل غير الذكر. الراجل هو الراجل في كلمته، الراجل اللي يقدر يكفي بيته، الراجل اللي يقدر ما يخليش بيته محتاج حاجة، لكن الذكر بقى هو اللي يهمه ايه؟ نفسه وبس ومزاجه، ده مش راجل، ده ذكر. الراجل هو اللي يشوف احتياجات بيته، الراجل هو اللي يوفرها من بقه عشان خاطر ولاده، الراجل يوفرها من بقه عشان خاطر مراته، الراجل ممكن يجوع ويقول ولادي، يخلع هدومه في عز التلج ويدفي مراته وعياله، هو هي دي الرجولة. مش الرجولة تقول اكفي مزاجي ولو فات حاجة باكله واشربه، دي مش رجولة. الزوج ده اسمه رمضان منيس، والزوجة اسمها هدية. طب ايه اللي حصل لما سبت البيت وبتقول له لما تكون راجل وتكفي بيتك وتوكل ولادك ابقى تعالى خدني من بيت اهلي؟ وراحت ركبت التريسيكل، عارفين التريسيكل اللي هو عامل زي الموتوسيكل لكن فيه صندوق من ورا كبير شوية، وراحت ركبت التريسيكل ومشت. فعز بالظبط في وسط الشارع في المدينة نفسها، الزوج يجري يعمل ايه؟ يوقف التريسيكل، خلوا بالكم احنا بنتكلم في ايه، جزار ماسك سطور بيجري ورا مراته وهي في التريسيكل وماشي وراها مشوار مواصلات، اول ما لقى التريسيكل راح بسرعة بالسطور، خلى الواد وقف التريسيكل وراح شدد مراته وهي في صندوق التريسيكل
عارفين الصندوق اللي ورا التريسيكل ده، وراح شادتها من شعرها، رجلت على صندوق التريسيكل، عمل ايه؟ راح دبح الراس ما فصلهاش، وبعد كده جه من عند الرقبه لغيت اسفل البطن، فتح بطنها خالص جوه التريسيكل، لدرجه ان ما احشائها معدتها وكلويها وكبدتها كانت مفروشه في ارضيه التريسيكل. بعد كده لما راسها يعني متدلدله على ناحيه التريسيكل، راح مسك الراس وراح فصلها وحط الراس في وسط الاحشاء، في وسط الاحشاء على التريسيكل. صاحب التريسيكل اغمى عليه، الناس في الشارع كان اي حد يجرب له بيقول له من اللي هيجرب له هذبح، يجربني هذبح، اللي هيجرب لي هذبح. فضلوا الناس واقفين، في صور طبعا فظيعه جدا للذبح وفتح البطن والعبث بالاحشاء، والزوجه صغيره في الثلاثينات. لكن لما قالت له لما تكون راجل وتكفي بيتك وتعالى خدني، هي عامله عليك، عامله على اولادك الجعانين، عامله على بيتك الفاضي. انت كان كل همك انك تاخد البرشام وتلف وتشرب الحشيش، لكن هي كان همها مش نفسها، كان همها اولادها. لكن هنقول ايه؟ الاب في الوقت ده تجرد من انسانيته. الشيء الغريب انت اولا ذبحتها، ايه الحكمه تفتح بطنها من عند الرقبه مطرح ما ذبحت لغيت اسفل البطن، وبعد كده تعبث بالاحشاء وكانك بتفضيها زي بطن الشاه او بطن الدبيح. والجزارين اي نعم شكل الدم بالنسبه لهم عادي، بس ده دم البهايم والخرفان والماعز، مش دم البني ادمين. وهي كانت بتنتفض، يعني واحد من اللي كان موجودين قال لك جسمها بعد الدبح كان لسه بينتفض، وايديها كانت بتتحرك وهو بيعبس ويطلع مصارينها وبيطلع معدتها وبيطلع احشائها وبيرميها في التريسيكل، وفي الاخر راسها راح فصلها خالص ومسكها من شعرها وحطها في وسط احشائها. ده مش ممكن يكون بني ادم. وبعد كده توجه الى مأمور مركز سنورس، مركز شرطه سنورس، دخل عليه دي كلها دم وهدومه كلها دم. ايه يا عم انت ده فيها رمضان؟ قال لهم انا جاي اسلم نفسي، انا قتلت مراتي وهي دلوقتي جثتها على ترسيكل في الميدان. جري طبعا المأمور وفريق البحث، لقوا فعلا الناس متلفين حوالين الترسيكل، والزوجه للاسف طبعا هو مثل بجثتها. طبعا جت الاسعاف شالت الجثه، الطب الشرعي المتهم معترف، سلم الساطور اللي كان معاه واللي استخدمه في الذبح وفي بقر البطن والعبث بالاحشاء وبالمعده والكلاوي حسبنا الله ونعم الوكيل، ارشد طبعا عن السلاح ومثل الجريمه، والنيابه حضرت التمثيل، وبعد كده 4 ايام على ذمه القضيه وإراء له التجديد. يعني هي الست غلطت فيها، الست خايفه على جوزها، خايفه على فلوسه، وحتى لو مش خايفه على جوزها وحتى لو مش خايفه على فلوسه، همها اولادها، همها بيتها، بيتها ما فيهوش رغيف، وجوزها بيصرف كل يوم 100 و150 جنيه و200 جنيه على المدعوك اللي بيشربه. يبقى هي لما تقول له كف بيتك الاول وبتعالى خدني، كان عندها حق، ما غلطتش. واي زوجه المفروض بتضغط على جوزها انها تسيب له البيت عشان يبتدي يرجع لعقله، يبتدي يخاف على بيته. لكن هو للاسف ضيع نفسه وضيع زوجته وضيع ولاده، كله ده عشان ايه؟ عشان هو بيتعاطى المزفت المخدرات، لا بيراعي ربنا ولا بيراعي بيته ولا بيراعي مراته ولا بيراعي اولاده. لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.